بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنراجع مع حضراتكم امتحانات لمادة أمراض النبات للصف الثالث الزراعي. عندي إن شاء الله مجموعة من الامتحانات وكلها محلولة حل نموذجي. هنبدأ بنماذج الوزارة وبعد كده هنبدأ نخش في امتحانات الأعوام السابقة. أول شيء اللي هو النموذج الأولاني، السؤال أنا بقول إيه؟ أعد كتابة العبارات الآتية في كراسة إجابتك ثم أكمل بما تراه مناسبا مما بين القوسين. استخدام فطريات نمرة واحد، استخدام فطريات التضاد لمقاومة الأمراض النباتية. فطريات التضاد تعتبر من طرق الإيه؟ الزراعية ولا البيولوجية ولا الكيميائية؟ طبعا فطر يبقى كائن حي، يبقى ديت من الطرق البيولوجية. نمرة اتنين، المسبب لمرض التفحم المغطى في الشعير ده فيروس ولا بكتيريا ولا فطر؟ التفحم المغطى مسببه فطر. يعتبر التسميد الملائم لمقاومة الأمراض النباتية من الطرق التسميد، دي طريقة تشريعية ولا زراعية ولا كيماوية؟ طبعا التسميد ديت من العمليات الزراعية. السؤال الثاني، توجد طرق عديدة لتشخيص المرض النباتي، اذكر فقط أهم الطرق المستخدمة لتشخيص المرض. يعني ايه شخص مرض؟ يعني انا عندي لو مرض في الغيط، ايه الطرق اللي انا نتبعها بحيث نتعرف على هذا المرض؟ طب ما نتعرف عليه ليه؟ لان اني لو ما تعرفتش عليه هنحدد طريقة مكافحته ازاي؟ فالطرق العديدة اللي بيها نعرف المرض عشان نعرف نكافحه. نمرة واحد، المشاهدة والفحص الظاهري. نمرة اتنين، استخدام النباتات الكشافة. تلاتة، استخدام الميكروسكوب الضوئي اللي هو الميكروسكوب العادي. استخدام طرق التشخيص الكيماوي، يعني استخدم مادة كيماوية بحيث توضح لي أو تبين لي نوع المرض. تشخيص بالميكروسكوب الإلكتروني، طبعا دي بتبقى في الحياة اللي هي الدقيقة جدا مثل الفيروسات. الاختبارات السيرولوجية، دي اختبارات عاملة زي البي سي ار كده اللي هو بيتم للكشف عن الفيروسات. الاستشعار عن بعد سواء بالأقمار الصناعية أو بالطائرات. نمرة 8، اختبارات التكنولوجيا الحيوية المعتمدة على الأحماض النووية. يبقى أنا عندي هنا عدة طرق اللي بيها نشخص المرض النباتي. مثلا عندي مثلا يعني نباتات كشافة، دي نباتات حساسة للإصابة بالأمراض بتستخدم للكشف عن الأمراض، بحيث إن لو سألت يعني عن مثلا عرف النباتات الكشافة، هي نباتات حساسة للإصابة بالأمراض تستخدم للكشف عن الأمراض. أعد كتابة العبارات الآتية في كراسة إجابتك ثم أكمل بما تراه مناسبا. يعني إيه أكمل العبارات الآتية؟ نمرة واحد، يعتبر الحجر الزراعي من أهم الطرق لمقاومة الأمراض، ومنه نوعان، حجر إيه وإيه؟ يبقى الحجر الزراعي طبعا من أهم الطرق التشريعية، ومنه نوعين. إيه هم نوعين بتوع الحجر الزراعي؟ طبعا في حجر زراعي خارجي وفي حجر زراعي داخلي.
تطفل الحمول على البرسيم هو تطفل إيه؟ بينما تطفل العضار على القصب أو الذرة الرفيعة هو تطفل إيه؟ تطفل الحمول على البرسيم هو تطفل كامل، يعني بياخد منه كل شيء، بياخد منه الغذاء المجهز والماء والأملاح، بينما تطفل العضار على القصب أو الذرة هو تطفل ناقص. ناقص ليه؟ لأن بياخد منه الماء والأملاح فقط، وهو فيه مادة الكلوروفيل، فهيقوم بتجهيز غذائه بنفسه. علل لما يأتي: ظهور روائح كريهة في حالة الإصابة بمعرض العفن الطري لثمار الفاكهة. يعني العفن الطري بيظهر معاها رائحة كريهة ليه؟ لأن مثلا المرض العفن الطري إصابة فطرية، بيبدأ ينشط كائنات أخرى مترممة معاها زي البكتيريا، فنتيجة نموها مع الفطر بتدي الرائحة الكريهة، يبقى نتيجة لنمو كائنات أخرى مترممة. التعليل الثاني: استخدام بعض المضادات الحيوية ضد الأمراض البكتيرية التي تصيب النبات أعطى نتائج جيدة. يعني المضادات الحيوية أعطت نتائج جيدة ليه؟ لأنها بتمتص جهازيا في النبات، فامتصاص جهازيا يعني دخلت ووصلت داخل العصارة، وبالتالي هتموت البكتيريا وهتوفر لها الحماية من البكتيريا الممرضة. زي ايه المضادات الحيوية؟ زي الاوكسي تتراسايكلين والاستريبتومايسين. عرف كل من ظاهرة تخصص الفسيولوجي في فطريات الأصداء والأعراض المرضية والنيماتودة أو الديدان الثعباني. تخصص فسيولوجي في فطريات الأصداء يعني معناها كل فطر من فطريات الأصداء يوجد منه سلالات عديدة، ولدى بعض السلالات القدرة على إصابة صنف أو مجموعة أصناف. تخصص فسيولوجي يعني كل سلالة بتصيب صنف معين. الأعراض المرضية: عرض يعني اللي بينعرض على النبات لما يكون مصاب بمرض، هي تعبيرات أو تغييرات بيظهرها النبات ليعبر بها عن مرضه. النيماتود أو ديدان الثعبانية هي حيوانات ميكروسكوبية، يعني ديدان صغيرة بتبقى ديودية، يعني شكل الديدان، يطلق عليها اسم الديدان الثعبانية على أساس إن ملهاش أرجل وبتتحرك زيها يعني، ويوجد معظمها في الترب حول جذور النباتات، وتؤثر تأثيرا مرضيا على نمو تلك النباتات وإنتاجيتها. عند زيارتك لحقل قمح ووجدت أوراق عليها بثرات ذات لون أصفر منفصلة عن بعضها، موزعة في صفوف أو خطوط طولية متوازية بين عروق الورق. يعني هنا بجيب لي عرض على نبات القمح، اذكر اسم المرض وكذلك طرق المكافحة. مرض ايه اللي هتبقى عليه بثرات لونها أصفر وبتبقى منفصلة عن بعضها موزعة في صفوف طولية متوازية بين عروق الورقة؟ طبعا هذا المرض اسمه الصدأ الأصفر أو الصدأ المخطط في القمح. المكافحة مكافحة الصدأ الأصفر: زراعة أصناف مقاومة زي مثلا سخا 61، التبكير في الزراعة، الاعتدال في الري والتسميد الأزوتي، الرش بالمطهرات الفطرية المناسبة. ضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارات الخاطئة. كلما زاد سمك وصلابة الجدار الخارجي لخلايا البشرة كلما قلت المقاومة. هذا أول نقطة، يعني سمك
وصلابة الجدار الخارجي للخلايا البشرة اللي هي بتحط بالنبات من الخارج هتقل المقاومة ولا هتزيد؟ طبعا مادام بقول لي بتزيد السمك بتقل المقاومة، يبقى هذه النقطة خاطئة. الحيوانات والطيور والإنسان هم وسيلة من وسائل انتشار الأمراض، فعلا دولت بيساعدوا على انتشار الأمراض. اتباع دورة زراعية مناسبة لا تناسب مكافحة مرض الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم، طبعا غلط. ليه؟ لأن الدورة بتفيد في مكافحتهم، لأن الاتنين بيصابوا بنفس المرض الطماطم أو البطاطس، فاتباع الدورة هيقلل من الإصابة بالأمراض. من خلال دراستك لأصداء القمح الثلاث، صدأ الساق الأسود والصدأ الأصفر وصدأ الأوراق، قارن بين الأصداء الثلاثة من حيث مظهر البثرات ولون البثرات، مظهرها يعني شكلها ولونها إيه. الصدأ الأسود بتبقى البثرات مستطيلة ومبعثرة بدون نظام، وممكن تتحد مع بعضها طبعا مع شدة الإصابة، وتكون خطوطا متوسطة الطول بتبقى موازية لمحور الساق يعني في اتجاهه. ولون البصرات في الصدأ الأصفر، في الصدأ الساق الأسود أحمر. أنا هنا بنتكلم على البصرات اليوريدية، بينما البصرات التيليتية غالبا بتبقى كلها لونها أسود. الصدأ الأصفر يبقى لون بصراته أصفر، صدى البرتقالي لون بصراته برتقالي. بس طب مظهر بصرات في الصدى الأصفر إيه؟ بصرات بيضية طولها حوالي مليمتر، صغيرة يعني، توجد منفصلة دائما ومرتبة في خطوط طولية متوازية، عشان كده بنسميه الصدى المخطط. صدى الأوراق أو الصدى البرتقالي بتبقى بصراته مستديرة، أكبر من بصرات الصدى الأصفر، وبتبقى مبعثرة بدون نظام وبتظهر على الأوراق فقط، بتبقى حواليها هالة صفراء باهتة أحيانا، أحيانا يعني مش دايما. اذكر مسبب لكل مرض من الأمراض الآتي. طبعا ده سؤال مهم جدا ولا يخلو منه امتحان. ورم الجزر الصولجاني في العائلة الصليبية، أول مرض ورم الجزر الصولجاني في العائلة الصليبية المسبب إيه؟ فطر. يكتفي إن نقول فطر وخلاص، مش شرط إن نقول نوع الفطر، إن كان فطر لزج أو فطر بيضي أو فطر أسك أو غيره. التحرن العنيد في الموالح طبعا اللي هي الاسبيروبلازما، العفن الجاف في لوز القطن فطر، العفن الحلقي في البطاطس بكتيري، الندوة المبكرة في البطاطس والطماطم فطر. هي بتبقى غالبية المسببات فطر، لأن معظم الأمراض من الأمراض الفطرية. بما تفسر؟ لابد من الاستمرار في استنباط أصناف جديدة مقاومة للصدأ، يعني الصنف المقاوم ما بيستناش مقاوم على طول. ليه؟ يعني هو كان مقاوم النهاردة، فالفطر مش هيسكت على كده، الفطر بيبدأ يكون سلالات تانية، وبالتالي لازم نستنبط كل فترة سلالات جديدة عشان السلالات بتاعة الفطر الجديد، لأن اللي كان مقاوم النهاردة بكرة هيبقى مش مقاوم بسبب إن السلالة بتبقى جديدة من الفطر. فكل ما نستنبط صنف جديد هنستنبطه هيبقى مقاوم للسلالات اللي موجودة أو اللي ظهرت بعد كده، يبقى نظر لاحتمال ظهور سلالات جديدة نتيجة لظهور التباين الميسيليم في فطريات الأصداء وحدوث تهجين بين السلالات الفسيولوجية الموجودة. نقع تقوي القمح قبل زراعتها في ماء ساخن 10 دقائق. المية الساخنة اللي بننجح فيها تقوي القمح قبل الزراعة لمدة 10 دقائق هتعمل ايه؟ تقوي القمح او نبات القمح بيصاب بمرض التفحم السائل، والفطر بيبقى داخل
الحباية بجوار الجناح لغاية ما يسيليوم ساكن. فلما ننقع تقوى القمح في ماء ساخن، الماء الساخن هيعمل ايه؟ هيقضي على الميسيليوم الساكن بتاع الفقر. وضح برسم كتابة البنات على الرسم كلا من، وعندي مثلا 3 رسومات هم اللي هم يعتبروا اهم رسومات. يعني عندي الحامل الجرثومي او التكاثر الجنسي في البياض الزغبي في العنب، والحامل الجرثومي او كلمة الحامل الجرثومي او التكاثر اللاجنسي، الاتنين معنى واحد. عندي في البياض الزغبي، وعندي في البياض الدقيقي، وعندي مثلا دي فطر الريزوبس. احنا كنا واخدينه في سنة تانية فطر عفن الخبز. هنا ما نقولش عفن الخبز بقى، لان احنا هنا بناخدوه بيصيب نباتات وبيسبب لها امراض. الحامل الجرثومي في البياض الزغبي، ادي فتحة الصغر تبع السطح السفلي اللي بيطلع منها الحوامل الجرثومية. يعني ده حامل جرثومي اسمه حامل سبورانجا، او نقول حامل جرثوم. وبعدين ده هي اكياد جرثومية، وكلمة كيس جرثومي يعني داخله من الداخل جراثيم، اسمها نقول جراثيم او نقول جراثيم اسبورانجي. الحامل الجرثومي او التكاثر الجنسي في البياض الدقيق. طب هنا البياض الزغبي بيبقى فيه العنب فقط، يعني ليه الشكل دي؟ الأمراض التانية لها أشكال مختلفة. بينما في البياض الدقيق تقريبا معظم أمراض البياض الدقيق كلها بتاخد نفس الشكل، يعني التكاثر اللا جنس أو الحامل الجرثومي في البياض الدقيق هيبقى نفس الرسم. أنا عندي في مايسيليا مقسم على سطح الورقة ولا سطح النبات، يبقى فيه حامل كونيدي شايل الجراثيم، تبقى في خلية مولدة يعني هي اللي بتكون الجراثيم. فبتبدأ أصغر جرثومة بعد الخلية المولدة على طول، وبعد كده بتبدأ الجراثيم كل شوية لقاها أكبر فأكبر. يعني أكبر جرثومة بتبقى في الأعلى وأصغر جرثومة في الأسفل، لأنها بتتكون من الخلية المولدة. تكاثر الجنس في فطر الريزوبس، ادي عندي مثلا اشباه الجذور، وادي هيفا جاري، وادي الحامل الجرثومي او نقول حامل سبورنجي، وادي الجراثيم الاسبورنجية داخل، يعني ده اسمه كيس اسبورنجي او كيس جرثومي، في داخله الجراثيم من الداخل. وبكده انتهى النموذج الاولاني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.